بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فانطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي السمحة والقيم الإنسانية الرفيعة وبغية مشاركة المسلمين أينما كانوا على المعمورة في شهرهم المبارك، وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم خادم الحرمين الشريفين في كل عام بتقديم أنواع من الإفطارات للمسلمين في العالم. هنا في السنغال يعد برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتفطير الصائمين من أهم المشروعات الخيرية والبرامج الرمضانية التي تنفذها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية، حيث تحظى بتقدير واحترام الأوساط الرسمية والشعبية. الحمد لله رب العالمين، يسندي الباخ، الحمد لله رب العالمين. ونفرح غاية الفرح بهذه المناسبة القيمة، لا وهي إفطار صائم التي تصدر من خادم الحرمين الشريفين إلى يد الملحقية للسفارة السعودية. شكرنا الله سبحانه وتعالى، نشكر بالملحقية بخادم الحرمين الشريفين. كما رأيتم الناس كثيرون هكذا، نرجو الله أن نجد هذا في كل عام. في رحاب أكبر المساجد والجوامع التابعة للدعاة في ملحقية الشؤون الإسلامية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدكار، تواصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتفطير الصائمين بعدد من المدن والمراكز والجمعيات الإسلامية بالسنغال. وبحمد الله وتوفيقه شرع المكتب في تنفيذ هذا البرنامج من بداية رمضان وحتى نهايته، ولله الحمد والمنة. ولقد تنوعت آليات التنفيذ حسب المناطق التي ينفذ فيها البرنامج. من أقصى المغرب للصين لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام. لو أملك كل، فكان يتقدم الإفطارات التالي: محاضرات إرشادية وتثقيفية في قضايا مختلفة، وإقامة ندوات حول مواضيع تعم بها البلوى في المجتمع المحلي. والسبب في تقديم البرنامج بهذه الأنشطة هو استقطاب أكبر عدد من الصائمين، فيستمعون إلى المواعظ ثم يتناولون الإفطار في نفس المجلس. قبل الصلاة يبدأ الإفطار بتقديم التمور للصائمين، وهي التمور التي يهديها خادم الحرمين الشريفين للشعب السنغالي في كل سنة، ويصطحب ذلك الماء والشاي قبل الصلاة. بعد الصلاة تقدم موائد جماعية للصائمين، وتكون على شكل صحون تتسع لسبعة أشخاص عادةً.
قلبا قلبا وصببت الوعي بها صبا وسكبت خضاب شراييني لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين تخبرني أن الإنسان يمضي قدما نحو لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين لو عندي لقد استفاد من برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين في السنغال لهذا العام 1439 من الهجرة ما يقارب 41,500 صائم وصائمة أي 1430 صائما في اليوم. رسمت جمال الإسلام لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام وهدمت جميع الأصنام ما بقيت عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين لو أتقن كل اللهجات لصرخت بسمع الأموات في هذه السنة ولله الحمد تمت تجربة برنامج السلات الغذائية في القرى البعيدة التي يكثر فيها الفقر والحاجة حيث يعيشون على الزراعة الموسمية فقد كان لهذه السلات آثارها الإيجابية حيث استفاد من التوزيع عدة أسر فقيرة وتتكون السلات من الأرز والزيت والسكر وبعض اللوازم للإفطار بحبك يا قبلة العالمين أشكر المحسنين الذين يسحرون في إفادة المسلمين وعلى رأس هؤلاء المملكة العربية السعودية وعلى رأسها ملك سلمان أيده الله ونصره ولا ننسى الملحقية لشؤون الإسلامية وعلى رعايتها حذ المطيري ما ادخر جهدا إلا أدلاه لإفادة المسلمين وصيانة الملحق دائما يتواصل ويسأل ويحاول هنا بيت راب برنامج السنوي الذي تقيمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وطبعا نشكره على هذا الجهد الجبار الذي عودتمونا عليه في كل سنة وهذا ليس غريبا عليهم بل هذا من جهودهم على ليس السنغال فقط بل على العالم الإسلامي ككل وبالسنغال بصفة خاصة ونشكرهم على هذا الجهود الجبارة وعلى هذا التقدير المتكررة التي تعود علينا كل سنة نحن هنا في مؤسسة دار الإيمان للتربية والتنمية البشرية وبالذات في المسجد الجامع الذي يقيم فيه الآن الإفطار الذي استفاد منه المسلمون من رواد المسجد ومن الأهالي الساكنين في المنطقة فباسم المؤسسة وباسم الجامعة وباسم الإخوة المسلمين الذين يصلون معنا هنا وباسم الأهالي والجيران وباسم المسلمين عموما نشكر مكتب الملحق الديني
بسفارة خادم الحرمين الشريفين في دكار ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية على تكرمهم بتقديم هذا النصيب السخي من إفطارات خادم الحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك. ولا شك أن هذا العمل يقوي الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر والمثوبة وأن يزيدكم فضلا وتوفيقا وإكراما وإحسانا ورخاء، وأن يكون هناك مثل هذا اللقاء في شهر رمضان القادم بفضل الله وبعونه، وأن يجمعنا الله جميعا على طاعة الله. لا يسعنا إلا أن نشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، فإننا عاجزون عن التعبير عما تكنه صدورنا وقلوبنا من البهجة والسرور بهذا الحفل الكريم وبهذا الإفطار السخي الذي تكرم بها خادم الحرمين الشريفين على أهل هذه المنطقة، وليست هذه المرة أول مرة، ونرجو ألا تكون أيضا آخر مرة. وفي الحقيقة هذا عبارة عن علاقة التي توطدت بين المملكة العربية السعودية ودولة السنغال، فنسأل الله تعالى أن يحفظ هذه العلاقة بينهما وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الإسلام وعلى سائر بلاد المسلمين. بحبك يا قبلة العالم قامت بهذه الإفطارات القيمة في أنحاء تقريبا نستطيع أن نقول في جميع أقاليم السنغال، فنشكر على هذه المجهودات، ونشكر كذلك وزارة الشؤون الإسلامية التي بواسطتها نحصل على هذه الإفطارات، كما نشكر خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز. يردده الكون في كل حين بحضور عدد كبير من المسلمين الذين أتوا من كل حدب وصوب، فنشكر جميع القائمين في مكتب الشؤون الإسلامية بما فيهم المدير هزاء المطيري، فشكرا جزيلا له ولكل من ساعده على تحقيق هذه البرامج الإسلامية التي يستفيد منها المسلمون في كل سنة. ونشكر خادم الحرمين الذي لم يألو جهدا في تزويد الدول الإسلامية المعونات، نشكر الله تعالى على ما من على هذه البلاد من الأمن والاستقرار، ونسأل الله تعالى أن يديم هذا الأمن وهذا الاستقرار، وأن يزود الملك سلمان بن عبد العزيز الصحة والعافية ويطول عمره، وأن يوفقه في تحقيق أمنياته في هذا البلد وفي جميع البلدان الإسلامية. وفي الختام نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تذكره بإخوانه المسلمين وتفقده أحوالهم في العالم وفي السنغال خاصة، ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أفطر عنده: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، فالله يجزيكم كل الخير ويجزل لكم المثوبة ويجعله في موازين حسناتكم ويمدكم بالصحة والعافية وطول العمر على طاعته. والشكر موصول لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على سهره الدائم لإيصال خيرات المملكة إلى المسلمين أينما كانوا وإلى غرب إفريقيا والسنغال خاصة، فنسأل الله له مزيدا من التوفيق والنجاح
كما نشكر وكيل الوزارة على اختياره لمكتب ملحقية الشؤون الإسلامية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدكار لتنفيذ هذا المشروع الخيري العظيم، فجزاه الله خيرا ووفقه لكل خير. كما لا ننسى أن نشكر الأستاذ هزاع المطيري المشرف على هذا البرنامج في غرب إفريقيا على حسن تخطيطه ومتابعته لنجاح هذا البرنامج، ولله الحمد فجزاه الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير. الكون في كل حين، ألا فاعلمي أن قلبي سرى إليك فضميه ضم الحنون، وكوني له صدر أم رؤوم تجدد.